السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع الجميل دوت اللي شغال بالذكاء الاصطناعي بيحلل الكتابات بتاعتك باللغة الإنجليزية ويبدأ يقول لك نقط القوة والضعف والمرادفات ويعمل لك الصياغة. طيب خلينا نيجي هنا وأقول له run the test، فيبدأ إن هو يحلل لي الكلام وإيه المشاكل اللي موجودة بحيث إن أنا أحسنها، بالذات لو هو بحث علمي أكاديمي فيبدأ ينبهني لإيه الحاجات اللي المفروض إنها تعدل. تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز واحده بس او عايزهم كلهم، لو في حاجه فيها مشكله مثلا دي فيها مشكله فيبدا ان هو يجيبها لي بالشكل ده، زائد ان انا اقدر اسطبه في الوورد اهو، تقدر تسطبه بحيث ان هو يكون معاك في الوورد طول ما انت شغال تدوس عليه، يبدا ان هو يراجع لك الكتابه بتاعتك الاكاديميه ويبدا ان هو يشوف اذا كان في اي مشاكل. جربه وان شاء الله يعجبك. الميزة ان هو مجاني ما طلبش مني اي فلوس خالص.